ده معمول عشان يساعد الناس دي بحيث ان هم يمارسوا حياتهم الطبيعيه ويعملوا علاج طبيعي، ويوفر كل مراحل او كل الوقت اللي بيضيعوه في العلاج الطبيعي في المراكز التاهيل. المراكز اللي انا اخدتها هو مركز اول على مستوى العالم في مسابقه في كوريا بالاكس سكيلتون، ومسابقه اسمها المخترع الصغير في مسابقه محليه هنا في مصر. بيعمل حاجه لذوي الاحتياجات الخاصه، بس بتكسف ان انا اساعدهم او اقول لهم او اطلب منهم المساعده، لان هم زي ما بيقولوا في فن في المعامله معاهم، فطبعا الواحد بيخاف يجرح شعور الناس دي. فطبعا الجهاز ده عملته بالظبط عشان يساعدهم في اعاده التاهيل عشان يقدروا يمشوا ويرجعوا لحياتهم الطبيعيه تاني. المشروع هينزل ان شاء الله قريب في السوق، منتج بجوده عاليه ان شاء الله وتصنيع مصري وشغل كله مصري، مفيش اي استيراد من بره.